يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم المكتبة السمعية لمجموعة من كتب أهل العلم ومع الكتاب الثاني القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته للشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى القاعدة السابعة عشرة نؤمن بصفات الله ولا نعلم كيفيتها من عقيدة أهل السنة انهم يثبتون صفات الله تعالى بدون تكييف والمقصود اننا نجهل الكيفيه ولا ننفيها عن الله تعالى فلا نقول ان صفات الله بلا كيف بل لا بد ان لها من كيفيه ولكننا نجهلها فالاصل عند اهل السنه انهم وقافون ولا يقولون على الله بلا علم لان الله تعالى قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال عن الشيطان انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال الله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم فلا نتكلم بما لا علم لنا به فعندما ناتي الى صفات الله سبحانه وتعالى فاننا نثبتها لله تعالى وننفي معرفتنا بالكيفيه ولا ننفي الكيفيه والكيفيه هي بيان هيئه الشيء وهي جواب لكيف قال اهل العلم ان كيفيه صفه الشيء لا تعلم الا باحدى ثلاث الاولى رؤيته الثانيه رؤيه مثيله الثالثه اخبار الصادق فالله سبحانه وتعالى له صفات وللصفات كيفيات ولكننا لم نر الله تعالى حتى نعرف كيفيه صفاته فهذه متعذره واما رؤيه مثيله فليس لله تعالى مثيل قال تعالى ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فالله ليس له مثيل، وهذا الطريق كذلك متعذر، ولم يبق إلا الطريق الثالث وهو الوصف، أن يصفه الصادق وإما أن يصفه الكاذب، والصادق الذي يصف الله هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى معرفة صفات الله تعالى إلا بهذين الطريقين. فالله تعالى ذكر صفاته ولم يذكر كيفيتها. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا من قال بعد ذلك فهو كاذب، لأنه قال بدون علم. وإذا كان كذلك فلا يقبل قوله. فلا نعلم كيفية صفات الله تعالى لأننا لم نره وليس له مثيل، ولم يخبرنا الصادق وهذا لا يعيبنا، بل من كمال العقل والدين أن يقول الإنسان لما لا يعلم لا أعلم. وهناك أناس حاولوا أن يكيفوا صفات الله تعالى وهم المشبهة والممثلة. فوصفوه بالنقائص وكذبوا على الله سبحانه وتعالى في دعواهم ان كيفيه صفات الله كذا وكذا او تشبه كذا وكذا ولذلك هؤلاء شر من المعطله والعلم بكيفيه الصفات فرع عن العلم بكيفيه الذات فلا سبيل الى معرفه حقيقه الصفات وكيفيتها الا اذا علمنا كيفيه ذاته عز وجل وهذا ما لا سبيل الى معرفته البته اذ كيف لنا ان نعرف حقيقه ذاته ونحن لا نستطيع رؤيته وليس له شبيه او مثيل او سمي او ند وكيف نعرف حقيقه ذاته وهو القائل ولا يحيطون به علما واذا كنا لا نعرف كيفيه الموصوف وهو الله فمن باب اولى الا نعرف كيفيه صفاته انظر الرسالة التدمورية لشيخ الاسلام ابن تيمية